أعدائكم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين إلى قيام يوم الدين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روى عبد الله بن الحسن المثنى ابن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال لما بلغ فاطمة أنها منعت أنها منعت فدكا لاست خمارها وتجلببت بجلبابها وخرجت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ أذيالها ولما علم الخليفة بمقدمها أمر بأن تضرب بينها وبين القوم ملاءً وقفت خلفها أنا أتيت بهذا الكلام أريد ألفت نظرك إلى نقطة جدا مهمة في خطبة الزهراء يقول لما وقفت بباب المسجد حيث اجتماع المهاجرين والأنصار وحضور الخليفة وكل الأصحاب فاطمة لما وقفت أنت أنه أشهش القوم له هذا الخطاب اللي راح تتكلم الزهراء اللي يتعلق بكل ما له علاقة بالحياة اجتماعية اقتصادية تربوية عائلية سياسية كل ما إلى علاقة بالحياة خطاب الزهراء صلى الله عليه وسلم دينية لكن هذا الخطاب قبل ما تبتدأ أنت أنها إلى أن أجهش لها القوم ضجه البكاء والنحيب وهذا في الحقيقة تصريح شرعي من الزهراء من أن القضية قضية دمحة قضية بكاء قضية عزاء قضية رثاء لما تقعد بالمجلس وتريد تسمع عن الزهراء مو تسمع عن الزهراء فلد أخبار فلكية أو فيزيائية أو كيميائية أو ما أو الخرابية تسمع عن الزهراء وعن كلام الزهراء أو تسمع ما تقول الزهراء عن ما يتعلق ملتفت بالحنان بالمحبة بالأخلاق بالإنسانية بالتواضع بالاحترام هذا الذي إذا انفقد بالأرض تتحول الأرض إلى جحيم مو حياة تعيش بمجتمع لا حنان لا محبة لا أخلاق كل غطرسة حقد حسد حقارة حيلة مكر حماقة مو حياتها هي شاي حياة يعني القضية مو قضية تاكل وتلبس وتشرب وكذا وعندك دار وعقار وسيارة ووظيفة من القبيل تكون تعيش آمن مطمئن تحب الناس والناس يحبونك وهذا هو الذي دعا فاطمة أن تذكر الناس الذين هم أصابهم نوع من التغيير بعد النبي وما محمد إلا رسول
قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهذه الزهرة أنت أن أشهش القوم لها فسكتت حتى سكنت فورته، ثم ابتدأت قائلة: أبتدئ بحمد من هو أولى بالحمد والطول والمجد، الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوء آلاء الأزلاء، جمع عن الأحصاء عددها وناء عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الأدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لانتصارها وثنى بالندب إلى أمثالها. معنى الزهراء تقول لنا على أي حال أنت اشكر الله، خصوصا أنتم أصحاب النعم، أصحاب العافية، أصحاب الثروة، أصحاب المناصب، عندكم مركز اجتماعي، صيروا عقال، تصيرون أشبه شيء يعني بإنسان خبل ما يفهم. انتبه، كلام هذا كلام الزهراء سلام الله عليها. اشكر الله على هذه النعم التي أنعم الله عليكم بها. ومن أبرز النعم نعمة ولاية آل محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ملتفت، وإن كل ناس تعبد سمج، وناس تعبد فروج، وناس تعبد حجر، وناس تعبد أشخاص، وناس تنافق وتتملك وهكذا. ملتفت، وأكو ناس تؤمن بمحمد وآل محمد. أكو واحد شباب أجى للإمام الصادق، بس القضية بيها دقة، هاي راح أذكرها شوي أنت بقوله. قال له: مولاي أنا عربي أعيش بالبادية وما عندي استطاعة أني أجي كل شهر كل أسبوع مثلا للولاية وأشوف الحوزة وألتقي بمحمد وألقى إنسان من أهل العلم وأسئلة وأجي يمك، أريد تعلمني الدين، تعلمني الدين اللي أمشي عليه والله تعالى يريده من عندي حتى أعلم أولادي ونمشي على هذا الدين. قال للدين هذا ماكو غيره، وهو تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وأداء فريضة الحج والتسليم لنا أهل البيت. وانتبه الكلام، والتسليم لنا والإيمان بقائمنا. وهاي حقيقة. وانتبه الكلام، أكو ناس محسوبة على التشيع يشكك بصاحب الزمان، الولد لو بعده لو كذا ويكتب ويريد يحقق وكذا، مثل واحد يريد يحقق الله موجود لو مو موجود. هذا الدين دير بالك. طبعا انا اهدف نقطه ما ادري ان شاء الله وصلتها وان شاء الله بلغت لكم. صلوا على محمد. والتسليم لنا، سلم الامر، ما عندك اعتراض،
الإمام غائب الآن، المرجع موجود. ثم لا تتقاسم الآراء والأفكار والجماعات. سورة تجاه واحد حتى الله ينزل علينا بركته. بعد ما دعت فاطمة للشكر على النعم، دعت إلى توحيد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، كلمة جعل الإخلاص تأويلا، وضمن القلوب موصولا، وأنار بالتفكر معقولها، الممتنع على الأبصار رؤيته، وعن الألسن صفته، وعن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بالاحتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته، وذرأها بمشيئته، من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها، إلا تثبيتا لحكمته وأظهارا لقدرته وتعبدا لبريته، فجعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته. بعد، وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله. يقول لما ذكرت النبي هنا عاد الناس إلى البكاء على أنة الزهراء صلوات الله عليها. وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله. اختارش وقت، شوف هذا الحديث، أنا قاري في كتاب الخصائص الحسينية للشيخ جعفر الششتري أو التستري، لما يتكلم عن النور الأول أو يتكلم عن الخلق الأول، يقولون الحكماء اليونانيون وغيرهم، أول ما خلق الله العقل أو العقول العشر، خلق الماء، خلق القلم، خلق اللوح، خلق إنه مش يقول، يقول ومن الثابت، شباب طالع بدل ما شلون طالع جريدة مجلة ترتيبات كذا، بعد 15 دقائق شوية اقرأ، يقول من الثابت عند أهل البيت ومن المتفق عليه من النبي إلى آخر الأئمة أن أول خلق بدأ الله به هو نور محمد صلى الله عليه وسلم. بس من ايش وقت؟ من يا زمان قبل 7000 سنة، من آدم لسه صار 7000 سنة، يعني الله وعظمته ومملكته 7000 سنة، وهذا هو الخلق دوله. لا، يقول الله له 1000000 آدم قبل آدمكم هذا، و1000000 عالم قبل آدمكم هذا، فبذيك العوالم اللي مرت عليها مليارات أو ملايين السنين، والكون كان دخان، الله بذاك الكون بذاك الوقت بدأ نور محمد. بعد، النور الأول الصدر عن الأول نور الحسين. وطبعا هذا يحكي بأدلة ومسألة رياضية، 1+1=2، ما تقبل أي غلط، ملتفت. وهذا الشيء يأخذه ويستقبله من تولى الله رياضة قلبه، اللهم ثبتنا على القول الثابت من ذاك الوقت. والشاهد على كلامي، كلام الزخرة، وأنا مئات المرات حاجيكم هذا الكلام وسمعانين أنتم في الحسيني وغير مكان، تقول الزهراء وأشهد أن أبي محمد عبده ورسوله، اختاره قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اشتباه، واصطفاه قبل أن ابتعث. شوكت
إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأقاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة علما من الله تعالى بما يلي الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المقدور ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة لأمضاء حكمه ونفاذا لمقادير حتمه فرأى الأمم فرقا في أديانها عكفا على نيرانها عابدة لأوثانها منكرة لله مع عرفانها فأنار الله بمحمد علمها. فالنور الذي تعرفه الخلائق والملائكة من الأول هو الحسين، وبعدين يقول ولذا نجد البكاء على الحسين بالنسبة للأكوان طبيعي لأنها تعيش الحسين عليه السلام. أو أنت كإنسان مؤمن وإن شاء الله تظل على الخط هذا، من ذاك الوقت إجيت مضحن وصيح لبيك يا حسين. على كل حال الكلام هو مهم، بس الزهراء بعدين بخطابها هي تكلم الجماعة كلهم قاعدين، قالت لهم يا أعضاد الملة، قاعدة هاي الشخصيات ملتفت، أكو شخصيات يعني نعوذ بالله دول صاروا شخصيات من طريق الانحراف والنفاق والتنازل للطغيان والجبروت، وأكو ناس صاروا شخصيات الله تعالى نفق في صورتهم طاوة التوفيق وعلمهم كيف يسيرون الطريق ويخون خطوات. فجمع كلها قاعدة قاعدين المهاجرون والأنصار كلم، هذا كلام الزهراء، يا أعضاد الملة ويا حضرة الإسلام، ما هذه الولية عن نصرتي والغمز في حقي والسكوت عن ظلامتي؟ أما كان المرء يحفظ في ولده؟ مو يقولون ألف عين لأجل عين تكرم؟ رسول الله كرم سفانا على حساب أبوه وهو كافر، وأنا بنت محمد، أليس المرء يحفظ في ولده؟ الآن مات رسول الله، سرعان ما أمدتم دينه، ها أن موته لعمر خطب جليل، قد استوسع وهمه واستوهم فتقه وفقد راتبه وأزيلت المصون وهتكت الحرم، وما هي إلا نازلته أخبركم الله بها قبل موت أبي وأنبأكم قبل وفاته، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. النوب التفتت للأوس والخزرج بني قيلة، أهتضموا تراث أبي وأنتم بمرأة وبمسمى تبلغكم الدعوة ويشملكم الصوت؟ عجيب. يعني أريد أقولكم يا جماعة يا أهل الحسينية، ينظام من برا الحسين وأنتم موجودين؟ إذن وين أنتم؟ يا للرجال، أمان الله منتصرون من الطغاة ومال الدين منتقمو بنو علي حجر ولادي ما لا أذكر كل كلام، بس هذا اللي أنا في قلبي لأني أنا جاي أشوف، يعني مثل واحد أقول له وين أنت مصخين؟ يقول له أنا ما بي شيء، مو هاي حرارتك جاية؟ سبحان الله، حتى هذا عرف مولانا المحرار منه وأنت تقول ما بي شيء، رايح أمولي. نسأل الله بمحمد وآل محمد
أن يجعل الألفة بين الناس، ويكفينا الطائفية والمذهبية والعداء، ويخلينا ناس نعبد الله وحده لا شريك له، ونشهد بأن محمدا عبده ورسوله. ونسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. أكو واحد جاء الإمام علي، أي قرأت في كتاب سفينة البحار، شيخ عباس القبو يذكرها، حرف الدار والراء والزاء، حرف الراء، قال له سيدي شفته، قال له شفت، سموني شباب، قال له شفت، طبعا الرؤية طويلة بس هاي آخر اللي قصد اللي أحكيها ذكرى، شفت أربع وجوه جميلة جدا، فثلاثة غابت وظل واحد وجه. الإمام قال له راح يجي زمان تتخربط به الأمور، قال له هاي الوجوه الأربعة الحلوة الجميلة، الوفاء والزكاة وصلة الأرحام والصلاة، فراح يغيب الوفاء ويغيب الزكاة ويغيب صلة الأرحام وتظل الصلاة وهي حقيقة. الآن الصلاة هي قائمة، المساجد ويوم الجمعة خاصة، أو مسجد بصف مسجد، والأذان وقت الظهر وقت المغرب ترتيبات، لكن مع هذا الوجود ومع الأذان والصلاة على مستوى أعلى ومستوى فضائيات، وفلان يصلي وكذا والجماعة وصفوف والخبي، ولكن تجي تشوف الفقر الهم الخوف، محنة ماكو، أخلاق مفقودة، فإذا ماكو فائدة، ما تفيد، غاب الوفاء، غابت الزكاة اللي بها تنشل الفقير من فقره، غابت صلة الأرحام التي بها المحنة والألفة والتعاون، واحد يساعد واحد، واحد يغاثر واحد، ثلت لبركة الصلاة. الصلاة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة مهمة، قال الصادق سلام الله عليه: لا ينال شفاعتنا من كان مستخفا بصلاته. صلوا على محمد وآل محمد. يعني ايش اريد؟ اريد كل لما البلد مدروس مساجد واذان وصلاه وجماعه، والمسلمين على مختلف مذاهبهم وطبقاتهم وكذا يصلون، ملتفت ولا كون هذا يظهر من عند الأمن والأمان والأخلاق والمحبة، وناس ويا ناس وناس يصلوا ويا ناس، مو والله ذولا منها جماعة وذولا منها جماعة وكذا، وحتى الطائفة الواحدة منقسمة على نفسها حتى بين الشيعة، ذولا جماعة فلان وهذا يصلي وراء هذا وهذا كذا، والخرابيط اللي ما أنزل الله بها من سلطان، ملتفت، اتقوا الله وصلوا على محمد وآل محمد. أشر للحر من قرب وبعد، فإن الحر تكفيه الإشارة، وهاي أكثر من إشارة تصديق. التفتت الزهراء للأوس والخزرج، قلت لهم إيه بني قيلة، أغتظموا تراث أبي وأنتم بمرأة وبمسمع تبلغكم الدعوة ويشملكم الصلاة. أسأل الله أن يجعلكم من أهل الحل والعقد. أنتم دول بعدي، أنتم ناس جايين للقراية، ناس طبقة مؤمنة.
يتحسن من الله تعالى أن يهديهم ويخليهم يحضرون هاي المجالس، هاي المجالس العامة. تدرك هذا من أهل الحل والعقد والشخصية التجارية، الشخصية المنصبية، الشخصية الكذا، الشخصية العلمية. يجي يطلب لي الليلة وفاة الزهرة، يجي وما يقعد مع القنف، يقعد بالوسط. تدري هذا وين الله يرفعه؟ تواضع تكون كالنجم. هذا مو الحقيقة، لو حجي تصديق هذا على أي حال. الكلام ذو شجو، لا حول ولا قوة. صلوا على محمد. ففاطمة تكلمت وياهم أهل الحل والعقد القاعدين، يا أعضاد الملة ويا حضنة الإسلام، ما هذه الونية عن نصرتي والغمس في حقي والسكوت عبر، إلى أن قالت إيه بني قير أهتضموا تراث أبي وأنتم بمرأة وبمسمع، تبلغكم الدعوة ويشملكم الصوت، وفيكم العدة والعدد، ولكم الدار والجنن، وأنتم نخبة الله التي انتخب وخيرته التي اختار. ما لي أراكم جبتم بعد الشجاعة ونقصتم بعد الشدة عن قوم نقصوا إيمانهم، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم. وبعد هذا الخطاب خرجت الزهراء بخيبة الأمل تتوقع على حسنيا، وكان علي يتطلع لرجوعها. ولما وصلت الباب استقبلها أمير المؤمنين، هي لما رأته ترامت بين يديه وقالت يا ابن أبي طالب، اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الظنين، أبا الحسين قد افترست الذئاب وافترشت التراب، تقل يا حامل حمى يا داحي الباب، والله يا حامل حمى يا داحي. يا شتال بن وديه وبيلا حزا، والله دون النبي تتلا أقالا حرام، توقف وشبيح الربي إن الشام. الزهرة تسمع من الاعتاب، تغضي تغضي يا حيدر شن الأسباب، والله تغضي يا حيدر شن ليلة. يا راس المجيد من جوك الأذناب أطبت وقالت لك ابترتا، ترسيت يا حيدر عائلة ذياب، وانت يليتك منت بالغاب، ولا تنبض السيف من الاقراب. والله
جلستهم لاجل الحجاب لاجل الحجاب لاذت وعصره شخصك يا ويلي ألقت رواية الشارع علي يا ابويا جانا صاك وشياطينا وحطبهم وياهم شايلين والله قلت ليش عندك جايلين او كل يوم قلوا املا وعين وضعوا عمامته وفي عنقه ايوه اماما واخذوا يجرون وقائلهم يقول خذوا خذوا الامام ينظر الناس ما بهم من معين وينادي ولا يرى من نصيري لما رأى الأحياء لا خير بهم ندب الأموات صاح وحمزة ولا حمزة اليوم وجعفر ولا جعفر لي اليوم بويا بويا أمر على شيوخي يقودون الفحل لأثي العيرين يا بويا ممنون سيف امشى التيفي سطر عيني اراد له وسطر عيني يا الله اريد كلكم تشتركون وسجل صوتك حتى السمع ان شاء الله يوم من الايام عند الزهرة
يوم الذي قوم النبي هجموا على الدار، ويوم الذي أبيت الرسالة يوم الذي قوم النبي هجموا على الدار، ويوم الذي بيت الرسالة شبت آه وويلا، ويوم الذي نبتاه بالصدر بسماء، ويوم الجليل طاح من فلان وفلان أحاش سولف عن مصيبتها وخبرها، نبت المسمار بصدورها من عصر بعد طاحت وطاح الحسن وحسين ود طاحت وطاح الحسن وحسين بكترها، يا حمون عنهم أمي ومخطوفين الألوان، وحين طلعوا بالمرتضى ما قول المجتوم، ومروا على الزهرة الزكية وعينها تشوف، ولون الحسن وحسين من القوم مخطوم، وهم الزهرة حيلها من الراق نحلى، طلعت تصيح وفسرت كل قلب جاسي، خلوا عنا بن عم وصايا تهد الرواسي، يا قوم ما تدرون لو كشفت راسي، أجلب يا قوم الكون وش ما بسكة، أولا أولا على الكسر وضلع، والله ولا على الكسر وضلع، يا الله ابني وينك ولا على الكسرى وضلع، ويا الدم يجري دمع، من سمع تعمد تعمد على الباب ودفع، عليا أو كسر الضغط لها، يا عليا أو كسر الضغط، يا أسباب عمير
دخلت الزهراء حجرتها وقالت: ما بي لأقرأ القرآن. ولما أسكت كلميني، إن أجبتك وإلا فإني راحل. تقول راحت، سمعتها تقرأ قرآن، بعدين سكتت. تقول لحقتها، وقفت بالباب، صحت مولاتي فاطمة سيدتي زهراء. ماكو جواب. يقول الإمام الباقر عليه السلام: توفيت جدتي فاطمة بين صلاتي المغرب والعشاء. المغرب بالليل. تقول طبيت عليه الحجرة، لقيتها نايمة على السرير ومتوسديت اليمنى. تقول وقفت عند رأسها، صح سيدتي مولاتي موجود. تقول حركتها وإذا بالصديقة ميتة، رحم الله من نادى واشي، وفاطمة يا واشي. ولما جن الليل قام علي بتغسيلها، قالت أسماء: بيد الغوه وعلي غسل فاطمة. رأيت إذا أراد أن يغسل جانبها الأيمن انقلبت على جانبها الأيسر، وإذا أراد أن يغسل جانبها الأيسر انقلبت على جانبها الأيمن، كأن الملائكة نزلت لمعاونته على تغسيلها. قالت: بينما أراه يغسلها وإذا أراه اعتزل تغسيلها، ظننت أنه مضى في حاجة من حوائج تجهيزها، ولكن تأخر. تبعته وإذا أشوف هذا البطل المارد الجبل الطود. قال: أعباب خيبر علي أسد الله أبو الحسن قاعد بزاوية من زوايا الدار ومنذ وشل الحياة وينشج نشيج عالي، ينشج ينشج. تقول وقفت على راسه، قلت له: أبا الحسن أتوصونا بالصبر وتجزعون؟ قال: أسمع، إن الصبر على المصيبة جميل وعلى فاطمة ليس بجميل. أسمع، أني رأيت ضلع من أضلاع فاطمة مكسور. بدنا مصايب فاطمة عظامي. وصايب فاطمة عظام بدنا، وشوف البيت صار أظلام بدنها. يا أنا حين غسلت بيدي بدنا كسر قلبي، كسر ظل عزتي، كسر قلبي، كسر ظل عزتي. زينب
تخاطب امه البيتين، تقول لها يا يما يا حاجي نصد البيت ومن دار الجناغين على وانت وروحك الحمامة دحوم والدور تنادى ليش يما وين صرت، وظل اتذكريش كل وقت بالبيت يا يما هناك قمت هناك قعدت بعدنا بحاجتك يا شجرة البيت لا تنقطع من عندك وردتي يا يما ولو بالضيف ولو بالضيف اشوف النجو ترحي تعالي تعالي تعال ام عصبش نشفي دمعتي. اقرب الدعاء عن لسان زينب ختام، تقول زينب تقول زينب ولي روح ولي روح زراق الصوت ممتوني من ذاك الصوت زراق الصوت بمتوني ولي روح وعجيب ظل قلب عندي ولي روح علي جاي يتفرج والله علي جاي يتفرج ولي روح يا روح وعبيد اهل غدا التامر علي اي عبيد اهل غدا التامر علي يا الله. ودي اقرأكم بعد بس مجلس انتظرني، ارفع يديكم بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا شباب ادعوا، واريد من عندكم تتعاطون المحنة والمحبة، ترى المجتمع مجتمعنا الآن قمة بالتكنولوجيا والتطور والحضارة والمدنية والخرابيط قمة، لكن ماكو محنة ماكو حلفة ماكو تعاون ماكو تفقد ماكو واحد يسأل على واحد أبدا مو موجودة، وإذا ظهر الحال هذا الله يسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا واعفو عنا، اللهم شافي كل مريض، اللهم ارحم المؤمنين اللي كانوا ويانا أبو فهد والإخوان رحمة الله عليهم ومحمود، اللهم ارحمهم جميعا، اللهم شافي كل مريض وأيد المؤمنين وانصر المسلمين واجعل بلادنا سالم وآمن واحفظ الكويت من كل شر وبلاء. أخوان الحاضرين والسامعين والمؤسس وإلى من مات على الإيمان، مجلسنا مستمر إحنا إن شاء الله كل ليلة باشر بثمانية بداية المجلس إن شاء الله، وإلى من مات على الإيمان وإلى روح أبو فهد الفاتحة قبل الصلاة.